معانا في مداخله قبل اكثر من شهر وقلت ان احنا بنعدل هتوصل ليه 15.5%. لحد النهارده الناس بيقولوا لم يحدث، ما فيش اي تعليمات وصلت للبنوك. ايه الموقف بالنسبه لشهادات قناه السويس؟ انا الحقيقه يعني بص حضرتك، هو في يمكن اتفاقيه، انا بعت الخطابات للبنوك كلها، ويعني مع هيئه قناه السويس بيتم صياغه البروتوكول زي ما متوقع اول مره، ويعني متوقع ان هو يتم توقيعه في اقرب فرصه ممكنه. لا يعني اذا الامر قائم. الامر قائم طبعا. لا مش هنرجع في حاجه اتفقنا عليها. خلاص يعني اذا شهادات القناه هتزيد للفايده زي ما حضرتك قلت لنا قبل كده. في جوابات طلعت للبنوك اللي هي كانت قامت بعمليه بيع هذه الشهادات. طيب الامر الاخر، هل فعلا بتبحثوا الان فرض ضرائب تصاعديه قريبا؟ بص حضرتك، في يعني اقتراحات وفي مناقشات في هذا الموضوع، لكن لم نصل فيها حتى الان الى يعني قرار نهائي. الاهم بالنسبه لنا في السياسات الضريبيه هي استقرار السياسات الضريبيه بشكل كبير، ما نقعدش نطلع وننزل ونطلع وننزل ونعمل تصاعدي ونعمل ثاني. الناس بيهمها استقرار السياسه الضريبيه اكثر من التحرك. وبعدين اي قرار لازم بيتاخد لازم ياتي بنتائج. يعني فكرة ان احنا ممكن نكون بنعمل قرار يكون الناتج منه ناتج سياسي بالنسبة لنا مش هيبقى الحقيقة كافية. المهم بالنسبة لنا ان هو سياسة ضريبية مستقرة، وان اي قرار بيتاخد واحد يكون من ضمن السياسة الضريبية المستقرة، اثنين يكون بيحقق نتائج فعلية على الارض ولها مردود جيد وتكون سليمة بشكل كبير. احنا ممكن مرات نعمل ضرائب تصاعدية، ولكن التعقيد في مثل هذه الامور قد يأتي به نوع من انواع اللخبطه، وممكن بتساعد على فكره انه ان الناس تجد وسائل تحاول يعني تلتف بيها حوالين فكره دفع هذه الضرائب التصاعديه. فالامر بيدرس بعنايه بحيث ان احنا ما ناخدش اي قرار يكون من شانه ايجاد تعقيدات اكثر من ايجاد موارد. مش هتتسرعوا في مساله الضرائب التصاعديه الا لما تشوفوا الوضع كمان ممكن يدخل قد ايه للدوله. صحيح. الامر الاخر كان فيه كلام يدخل قد ايه للدوله وبالشكل اللي بيساعد على برضه تحفيز الاستثمار وتحريك الاستثمار بشكل جيد. الامر الاخر وانه ما حدش يلتف عليه باي طرق اخرى. صحيح. الامر الاخر انه في كلام متداول ما اعرفش مدى صحته، وطبعا بما ان حضرتك المسؤول عن هذا الامر، انه هل الحد الادنى للاجور يرتفع بدل من 1200 ل 1500 ولا ده غير وارد؟ هل في دراسه بهذا المعنى ولا ده كلام مش صحيح؟ لا الحقيقه ما دخلناش في مناقشه في هذا الشان يا استاذ احمد لحد دلوقتي. ايوه بشكرك سيد عمرو الجارحي وزير الماليه. خليني قبل ما اختم مع حضرتك، عشان كمان عندنا لسه ضيفين كريمين وبنناقش كمان حكم مهم النهارده للمحكمه الدستوريه عن قانون التظاهر. المصريين الموجودين